آسف. تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات لغاية 24 فبراير 2015، واللي بكرره كل أسبوع من سنة ونص ولا أمل. أنا لا أحدد مواعيد، واللي بيفهمني إن أنا بقول كده أنا آسف، لكن هو فهمني خطأ. لكن في حاجات قال عنها الكتاب المقدس لسه ما حصلتش، وليها لازم تحصل قبل مجيء ابن الإنسان، زي ابن الهلاك وزي هرمجدون وغيرها. لكن اللي أنا بقوله ده بذكر نفسي أولا وحضراتكم بحياة الاستعداد. محتاجين نستعد قبل، مش بس قبل مجيء المسيح، بل قبل الظلم اللي هتسبق المسيح، عشان يكون عندنا زيت يكفي نعديها. ومش بس حمان، عشان كمان قبل الظلم اللي هتأتي قبل المسيح، اللي محتاجين نجمع زيت كتير يكفينا في مصابيحنا زي العذارى الحكيمات يكفينا، بل كمان حتى لو هنسلم ودعتنا في أي وقت نكون في حياة استعداد. جه بالنسبة لي أنا وقت تسليم ودعتي في الهزيع الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، أكون مستعد. ده اللي أنا لأجله بتكلم على هذا الموضوع. ربنا قال لنا إن هو قال على مواعيد كتيرة تسمعون بحروب وأخبار حروب. قال لنا الكلام ده ليه؟ ليه قال لنا هتسمعوا عن أوبئة عظيمة؟ ليه قال لنا هتسمعوا عن مجاعات عظيمة؟ ليه قال لنا هتسمعوا عن الكلام ده كله؟ أخبار حروب كتيرة واضطرابات وبحيرة البحر. علشان أول حاجة لا ترتاحوا، لأن لابد أن تكون هذه كلها، عشان لما تسمعوها ما تتخضوش. ده من أهم الأسباب. فأولا قال لنا عليها ربنا قبل ما يحصل، عشان لما تحصل ننتبه إن إحنا ما نخافش. حاجة تانية، ليه قال لنا كل العلامات الكتيرة دي ربنا؟ زي ما بيقول وربنا قال في إنجيل يوحنا 14:29، قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ عشان نؤمن في وقت بيزيد التشكيك في الكتاب المقدس، بيحاولوا يقولوا لك الكتاب المقدس كلامه ده غلط وأساطير واللي واللي بالكلام ده كله. والحاجة الثالثة والأهم هي حياة الاستعداد، زي ما قال لنا معلمنا لوقا في إنجيله 21:28، ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. عشان ننتبه في وقت برضه ربنا عارف ان هيكون العالم ازداد تفنن، ان ازاي يعرف يسرق وقتك، ان انت لما ترجع بعد مشاغل الشغل مش هتقدر حتى تقضي شوية وقت انت واسرتك في حياة تسبيح وترنيم. المسلسل حصل فيه ايه؟ الاخبار حصل ايه؟ الانتخابات نتيجتها كانت ايه النهاردة؟ فلان قال ايه؟ الفيسبوك اتنشر عليه ايه جديد؟ ربنا عارف ان التكنولوجيا هتعمل فيكم كده. فربنا بيدي حاجات تلفت، محتاج تنتبه وتستعد، لان خلاصكم اقترب. علامات في السماء، الشمس تهدأ فجأة في بداية الاسبوع اللي فات بطريقة غريبة لم تحدث من قرن، ده حسب وكالات الاخبار. يوم الاثنين اللي هو امس انفجار شمسي كبير، وطلع CMEs، وادي صورته قدام حضراتكم وصورة الخبر اللي عايز يتابع الاخبار بالفيديو. كرة نارية كبيرة تلمع في سماء بيتسبورغ في بنسلفانيا، واتصورت، وادي صورة الخبر قدام حضراتكم. ايضا واحدة اخرى يوم الحد في سماء فلوريدا، فاير بول، وتظهر بصوت انفجار ويظهر عدة أو غالبا عدة كرات نارية. يوم الأربع اللي فات كان حصل على الكرة الأرضية ما يسمى بالقمر كبير أسود، بلاك سوبر مون، فبيبقى حجمه أكبر من القمر العادي، ولكن كان أغمق من المعتاد، ودي ظاهرة نادرة ما بتحصلش كتير. وربنا قال مش القمر نبص له عشان القمر في حد ذاته، ولكن علشان خاطر ربنا قال هيدي عجائب في السماء وعلى الأرض، وإدى حاجات مرتبطة بالشمس وبالقمر. نجم يعبر بالقرب من المجموعة الشمسية، ده من ياهو نيوز. العلماء الروس متحيرين من استمرار توسع ده الفتحات الأرضية. العلماء الروس لغايه دلوقتي مستمرين من استمرار توسع الفتحات الارضيه وازدياد عددها. الفتحات الارضيه لزمان اللي كانت تعتبر عجيبه من عجائب الارض
دلوقتي بتحصل باستمرار، بل بتزداد وبتزداد توسع. ده من سايبيريان تايمز. الطقس، أتلانتا يوم الثلاث اللي فات بيها مليون شخص بدون كهرباء بسبب الثلج، ده من فوكس نيوز. فأمم اللي هي بحيرة البحر المضطرب. العاصفة الثلجية في شرق الولايات تقتل 28 شخص، ده من ميل أونلاين. ف28 شخص للأسف ماتوا، ربنا يرحمهم يا رب ويعزي أسرهم في أمريكا. تجمد البحيرات العظمى في كندا بطريقة شديدة غريبة، هذه صورة الخبر. وتقرير يظهر أنه ده غالبا أبرد رقم للبحيرات الكبيرة في كندا من ساعة بداية الرصد، من ساعة ما ابتدوا يرصدوا درجة حرارة هذه البحيرات. ده من واشنطن بوست، وآدي الخبر قدام حضراتكم. شيكاغو تضرب رقم قياسي في برودة بعض أيام شهر فبراير، ده من ABC نيوز. شدة البرودة في نيويورك تحول نافورة ارتفاعها 5 طوابق إلى كتلة ثلج، برضو ده من فوكس نيوز. وأدي صورة النافورة، وده طول إنسان وده طول النافورة، وأدي شكل النافورة اللي اتجمدت بالكامل. البرودة في شرق أمريكا تعتبر الأبرد من 1800 سنة مضت، أو من بداية الرصد الحديث، أو قد تكون الأبرد على الإطلاق. وأربع مدن أمريكية تضرب رقم قياسي في البرودة، هذه برضو صوت الخبر قدام حضراتكم. إعصار شديد يتجه إلى أستراليا، وهو نتيجة اتحاد إعصارين في ظاهرة غير متكررة. أنا مش جاي بس أقول شوية أخبار علامات في السماء، هيحصل حصل كذا وكذا، ولا الطقس وأخبار وإيه، أنا مش جاي بنشرة جوية للبرد. لكن ربنا قال هتلاقوا الأخبار مضطربة كتير قوي. لما يحصل هذا الأمر محتاجين نعمل إيه؟ نستعد، ننتبه، لأن خلاصنا اقترب. لو حد حصل عنده حاجة في اليوتيوب بس يعمله ريفرش، الصفحة هتظهر وهتعرض كويس. الزلازل، الكتاب المقدس هتسألنا، هتسمعوا عن زلازل عظيمة خاصة في نهاية الأيام. الزلازل العظيمة زادت ليست في كثرة العدد ولكن في قوتها، وفي تكرار الزلازل القوية. يوم الثلاث اللي فات 36 زلزال، منهم واحد 6 في اليابان. اسمعوا كم واحد الأسبوع ده أقوى من 6، وكتير فوق الـ5. يوم الأربع 30 زلزال، منهم واحد 6 في جزيرة سليمان، وكتير منهم فوق الـ5. يوم الخميس 30 زلزال، منهم واحد 6.4 في فانواتو، وكتير برضو فوق الـ5. يوم الجمعة 39 زلزال، منهم واحد 6.3 في اليابان، وكتير فوق الـ5. يوم السبت 37 زلزال، منهم 1.6 في اليابان، وكتير فوق الـ5. يوم الحد 35 زلزال، منهم 6.6 في المكسيك، وكتير قوي فوق الـ5. ويوم الاثنين 38 زلزال، وهكذا. زلزال توما تلان في المكسيك للأسف يسبب خسائر اللي كانت قوته 6.6. أنا عايز أقول حاجة، رقم 6 ده مش رقم 6، ده رقم 5 كان يتسمع مره في الشهر، رقم 6 كان ممكن يتسمع مره في السنه. والسنه كان بيحصل فيها زلازل مؤثره فوق الـ2.5 ريختر بمعدل 20 زلزال في السنه، 30 زلزال في السنه. دلوقتي بنتكلم على 30 زلزال في اليوم واكتر، وبينا نسمع رقم 5 3 4 مرات في اليوم، ودلوقتي بقينا نوصل نسمع رقم 6 مرتين 3 في الاسبوع. اللي مش مصدق ان الزلازل زادت واصبحت عظيمه وكثيره زي ما قال الكتاب المقدس لفظيا، خلاص براحته. واللي مش مصدقني يتاكد بنفسه. بس دي علامه مهمه قال عنها الكتاب المقدس. وقال عنها ليه؟ عشان لما نسمع ما تخافش، وعشان لما نسمع نثق في الكتاب المقدس. عشان كده قال لنا قبل ما يكون حتى متى كان نؤمن.
وأيضا قال لنا الكلام ده علشان ننتبه ونستعد، لأن خلاص نقترب. لا أحدد مواعيد ولكن أنادي بحياة الاستعداد. البراكين، انفجار بركان في بركان اسمه شيفليوتش، أنا آسف لو كنت منطقه غلط، بقوة ويصل الرماد إلى 30 ألف قدم، ده من فولكينو ديسكفري. بركان سينابونج في إندونيسيا ينفجر ويلمع كمان ويتصور وهو فوقه صاعقة، ده من NBC نيوز قدام حضراتكم، في منظر كان مهيب فعلا. فتحات أرضية زي ما قلت بتاعت سيبيريا، وأيضا فتحة أرضية كبيرة تحت التلج تبتلع شاحنة إزالة التلج في نيوجيرسي، ده من 69 نيوز وقال الصورة بتاعتها وفي فيديو بيصورها. أخرى أيضا عملاقة في إيطاليا بسببها يخلى 380 ساكن، ده من ميل أونلاين وقال الصورة بتاعت الفتحة الأرضية. فتحات الأرضية زمان كانت تعتبر يعني لما حصلت مرة كانت تعتبر من أعجيب الأرض، دلوقتي خلاص بينا نسمع باستمرار كل أسبوع عن واحدة واثنين وثلاثة وأكتر. أدي صورة الفتحة الأرضية العملاقة اللي حصلت. فتحة أرضية تبتلع فردين في كوريا الجنوبية، ده برضو من فوكس سي تي، وأدي صورة قدام حضراتكم وليها فيديو والشخصين بيقعوا للأسف فيها. موت الكائنات الجماعي واللي قال عنها سفر هوشع إصحاح 4، وبتحصل أمام عينينا وبالتفصيل وأنتم شهود على أنفسكم. يوم 16 فبراير قتل 4500 طائر جماعة بسبب إنفلونزا الطيور في نيجيريا، هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم موت الكثير من السمك في نهر صغير في فرنسا، هذه صورة الخبر. أيضا نفس اليوم موت مئات من الأسماك في سد في البرتغال، هذه صورة الخبر. يوم 17 فبراير موت كثير من الأسماك في شاطئ في الفلبين، وهذه برضو صورة الخبر قدام حضراتكم. يوم 18 فبراير موت مئات من الأسماك في نهر في أستراليا، هذه برضو صورة الخبر قدامكم. نفس اليوم موت الكثير من الخفافيش في أستراليا، ده من ABC نيوز وهذه صورته قدام حضراتكم. نفس اليوم موت عشرات من البجع يموت في نهر في واشنطن أمريكا، وهذه صورة الخبر وكل الصور قدام حضراتكم بتاعت الأخبار. أيضا نفس اليوم موت 100 ألف من الطيور في الصين بسبب إنفلونزا الطيور. يوم 19 فبراير قتل أكثر من 200 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في نيجيريا. أيضا نفس اليوم موت الألاف من الأسماك في نهر في الأرجنتين. ويوم نفس اليوم موت أكثر من 800 سلحفاة بحرية في الهند، وأدي صورة الخبر قدام حضراتكم. يوم 20 فبراير يوم 3000 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في نيجيريا. يوم 21 فبراير موت الألاف من الكابوريا والأمواج تلقيهم على شواطئ كاليفورنيا، وأدي صورة الخبر قدام حضراتكم. يوم 22 فبراير موت مئات الألاف من الأسماك في الهند، ودي من The Times of India، وأدي الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم أيضا موت عشرات من السلاحف البحرية في أستراليا، يعني السلاحف البحرية دلوقتي بتموت في كل مكان، في إيطاليا أيضا، في أمريكا، في أستراليا وغيرها. للأسف تسرب مياه مشعة أخرى في تسرب جديد من مفاعل فوكوشيما، وهذه صورة الخبر، وده يسبب زيادة التلوث النووي مرة أخرى في المنطقة دي إلى 70 ضعف مرة تانية. تلوث الجو فوق بعض المدن الصينية أصبح يوصف بأنها لا تصلح للمعيشة، وده جه من الجارديان، في جريدة الجارديان. أنا مش بس جاي أقول الحيوانات بتموت، أنا مش وكالة أنباء لعدد الحيوانات، لكن الكتاب المقدس قال ده هيحصل وبيحصل قدام عينينا، وقال هيحصل في أواخر الأيام قبل عقاب الإنسان، وده اللي قاله هوشع وده اللي بيحصل قدام عينينا. لغاية 2007 و2008 و2009 كانت تحصل حالة حالتين ثلاثة ستة موت كائنات جماعي في السنة. دلوقتي بنتكلم على حالة حالتين ثلاثة وأكتر أحيانا في اليوم مش في السنة. ليه بقول الكلام ده؟ لثلاث أسباب: لا ترتاعوا، أؤمنوا عشان تؤمنوا بالكتاب المقدس اللي سبق وأخبرنا، والحاجة الثالثة نستعد لأن العالم لسه هيشوف الأصعب من كده جاي عليه، لكن ولاد ربنا ما يخافوش ولكن يستعد. ظاهرة غريبة رصدتها عدة وكالات وهي هجرة كثير من أنواع الطيور، يوصل إلى 540 نوع سبيشيز
إلى بحر الجليل في إسرائيل وبتتكاثر هناك. ده اتنشر في السي ان ان وكالات أخبار كتيرة. الظاهرة دي غريبة قوي، ناحية علمية فيها تغير الطقس، وناحية قد تكون نبوية أو شيء عن بيت يعقوب مش عارف. وقالي وكالة أخرى نشرت نفس الأخبار. فالطيور بتهاجر لأماكن مختلفة، كتير منها 540 نوع قرر يهاجر المرة دي إلى بحر الجليل. الأوبئة، موت 700 شخص في الهند، ربنا يرحمهم ويعزي أسرهم، من H1N1 اللي هو الإنفلونزا. ده من سي تي في نيوز. عدد الحالات المصابة تتضاعف في أسبوع ووصلت 11,000 حالة. ده من بي بي سي نيوز. البكتيريا المضادة للأدوية السوبر باجز تنتشر أكتر وتقتل اثنين في مستشفى رونالد ريغان وتصيب 179 شخص. ده من لوس أنجلوس تايمز. ومنظمة الصحة العالمية بتحذر السعودية أنها لا تبذل مجهود كافي لمنع انتشار فيروس ميرس اللي لسه بينتشر في السعودية على فكرة. الكتاب المقدس سبق وأخبر وقال لنا أنه هتسمعوا عن أوبئة عظيمة، وفعلا عدد الأوبئة واللي بيموتوا من الأوبئة زاد جدا هذه الأيام. علماء أستراليا أو علماء أستراليين يستخرجوا فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي اللي هو ألف اللي هو هيباتيتس A من فواكه صينية. أنا مش عارف أقول إيه تعليقا على هذا الكلام. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إحنا بنعمل إيه في الفواكه؟ بنعدلها جينيا؟ بنعمل فيها مصايب إيه؟ بنعالجها ولا مش عارف. حقيقي مش عارف. للأسف مشروع الأجنة اللي هو البيبيهات اللي هيبقوا نتيجة ثلاث أباء، أمين وأب أو بويضتين من أمين مختلفين وحيوان منوي، وياخدوا الجينات والكروموزومات منهم ويخلطوهم بطريقة معينة، يقول عليه العلماء ده يهدد الجنس البشري تماما. وده تحذير من 55 طبيب وعالم لبريطانيا اللي وافقت على المشروع ده وبدأت فيه. بدينا دلوقتي نصنع الإنسان من ثلاثة مش من اثنين. كارثة، كارثة اللي بنعمله ده. طب ده فايدته ايه؟ خدعة جديدة بدأت تنتشر في وسائل الإعلام، وهي ان الطفل الغير مطعم، دي محاولة اخرى من شركات الأدوية المافيا الأدوية، انه الطفل الغير مطعم بيخلي الايه الطفل المطعم في خطر الإصابة. أشرح لكم تاني للي مش فاهم الموضوع ده. المقال أهو، وأدي صورته، وأدي نصه، وده مقال ده من النيرسز في بنسلفانيا، يعني ممرضات في بنسلفانيا. هم اللي عاملين البحث الرائع الخطير ده، لا أقلل من قيمتهم، ولكن الحقيقة doesn't make any sense whatsoever. Unvaccinated children بتحط للvaccinated children في great risk. قالوا إيه؟ ردا على التقارير، انتوا عارفين موضوع انتشار الحصبة في امريكا، وعارفين قامت الهوجة ضد بتعوت التطعيمات ضد الناس اللي ما بيطعموش، رغم ان الحالات اللي اتصابت معظمها ان لم يكن كلها تقريبا اللي اتصابت بالحصبة من ديزني لاند وفي كاليفورنيا وانتشرت، اوطي صوتي عشان محدش يسمعنا، كانت اطفال مطعمين. محدش يقول، يعني اللي جالهم الإصابة هم الأطفال المطعمين مش اللي مش مطعمين، واخدين بالكم؟ وفي حاجة اسمها اللي هي الهيرد اميونيتي، يعني لو تطعيم عدد كتير حتى القليلين بيكونوا واخدوا يعني مناعة من الانتشار. كويس؟ الهيرد اميونيتي ده اللي هو ما يسمى بالقطيع ليه تأثير، لكن طلعوا ببدعة جديدة. ردت شركات الأدوية من خلال الممرضات بالآتي ببحث قامت به الممرضات، وهو أنه قال إيه أن الأطفال الغير مطعمين يجعلوا الأطفال المطعمين في خطر شديد، لأن التطعيم يعمل جيدا ويجعل الأطفال عندهم مناعة، إلا لو كان هناك أطفال غير مطعمين حول الأطفال المطعمين
فالأطفال الغير مطعمين يخلوا الأطفال المطعمين ينعكسوا ويتحولوا من حالة التطعيم إلى حالة الغير تطعيم، وده سيء جدا، وده سبب إصابة الحصبة للأطفال المطعمين بس. يا صلاة العلم. بدل ما نبحث ليه الأطفال اللي أصيبوا بالحصبة في أمريكا حديثا هم الأطفال اللي خدوا تطعيم الحصبة، نعمل هي بفكرني بالظبط لما قريت الكلام ده، المطعمين والغير مطعمين، اللي هي فالطاحنات طحنا، فالعاديات عدوا، فاللالالات للا، ايه ده؟ الاطفال المطعمين في حمايه، بس الاطفال المطعمين مش في حمايه لو حواليهم اطفال مش مطعمين. لا، الاطفال مش مطعمين هتخلي الاطفال المطعمين مش مطعمين، عشان كده الاطفال المطعمين هم اللي صابوا بالحصبه. وات؟ بدل ما نبحث ليه الاطفال اللي طعموا بالحصبه هم اللي أصيبوا بالحصبة، ندعي إن سبب الأطفال اللي مش مطعمين اللي ما أصيبوش بالحصبة اللي نسبتهم لا تذكر. إيه ده؟ ومرة تانية اللي أنا بقولها لي أكتر من أسبوع، أنا لست ضد التطعيم، بل بالعكس، التطعيم أنقذ حياة بشر كتير وهام جدا، لكن أنا ضد الأسلوب الغريب اللي بتعمله شركات الأدوية في الصيحة الحديثة في التطعيمات. التطعيمات ليها أهميتها بس مش بالأسلوب ده، والمواد الجديدة اللي بتتحط في التطعيمات والتطعيمات الجديدة اللي مش مختبرة. الطفل كفاية تطعيمين ثلاثة في السن المناسب عشان ما تدمرش المناعة عنده، لكن عايز تصر تديله 59 ولا 60 تطعيم قبل ما يعدي سن 6 سنين ويكتمل جهاز المناعة عنده. ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ليه ما بتبحثش عن الأمراض الغريبة اللي بتطلع للأطفال واللي مرتبطة وليها أدلة على إنها مرتبطة بالتطعيمات بدل ما تعمل كل ده؟ أخبار الحروب، أخبار عن أبحاث أمريكية تستخدم أشياء تغير الطقس كسلاح جديد، ده اتنشر في جريدة الجارديان. يعني أمريكا ابتدت تطور سلاح جديد هو الطقس، المنطقة اللي عايزة تضربها هتضربها بالطقس. السفن الحربية الروسية تعود إلى القناة الإنجليزية في تهديد آخر مرة أخرى، وده من ياهو نيوز قدام حضراتكم. بريطانيا تضطر أن ترسل بسرعة طائراتها الحربية لتعترض طريق قاذفات القنابل الروسية، ده من نيويورك تايمز. فالقنابل الروسية والسفن الروسية بتهدد بريطانيا وبشدة هذه الأيام. بريطانيا تقول أن الصور تظهر الأسلحة الروسية في أوكرانيا بالفعل، يعني الأسلحة الروسية هي دلوقتي في قلب أوكرانيا، ده من ياهو نيوز. أوكرانيا على حافة أن تنهزم في المدن الكبيرة مقابل روسيا اللي بتطالبها بالاستسلام، و لحظة واحدة، الخلافات تزيد بين الصين وتايوان، وده طبعا يهدد بمشكلة كبيرة لو فعلا اشتعلت الحرب بين الاثنين. كوريا الشمالية تطلق قاعدة بحرية للصواريخ طويلة المدى، ده برضو فيه تهديد للغرب. أمريكا تحرك سفن حربية أكثر بالقرب من كوريا الشمالية كرد فعل، ده من فانكوفر سان. أليكسس اللي هو رئيس وزراء اليونان الجديد بسرعة شديدة النو تايم تقريبا كون تحالف غير متوقع بالمرة بين روسيا واليونان، والناس اللي في اليونان يعرفوا أكثر، لكن ده هذا ما نشر في وسائل الأخبار. أليكس ده الملحد يقود تصاعد القادة الأوروبيين الملحدين ضد ربنا. انتوا عارفين ان هو فاجأ اللي هو الأساقفة ان هو رفض يحلف على الإنجيل، وده أرباكهم احترموه طبعا في هذا الوقت، لكن حتى الآن هم مربوكين مش عارفين يردوا يقولوا ايه على الموقف اللي حصل ده. فهو رفض، او رئيس وزراء من اليونان يرفض ان هو يقسم على الكتاب المقدس او يقول الحلف على الكتاب المقدس بسبب الحادث الأليم اللي لسه بيبكينا حتى الآن، اللي هو حادث قتل داعش ل21 قبط في ليبيا. يا بختهم اللي سبقونا للملكوت. رئيس وحدات جوية متقاعد في الجيش الأمريكي يقول إن أوباما يساند النظام الإسلامي ويرفض أن يدمر داعش لأن الإسلاميين زرعوا في البيت الأبيض. هذا الخبر قدام حضراتكم. فوكس نيوز تعلق على المتحدث باسم البيت الأبيض، وده فيه فيديو، اللي رافضين يقولوا
ان المسلمين قتلوا مسيحيين، بيقولوا ان داعش مش مسلمين ومصرين ما يلقبوش الشهداء ان هم المسيحيين، بيقولوا عليهم ايجيبشن سيتيزنز. بل ادي فوكس نيوز وفيديو اللي يحب يتفرج عليه ممكن يبحث تحت العنوان ده ويطلع الفيديو، بيسال المتحدث يعني واحد صحفي من الفوكس نيوز بيسال المتحدث بيت البيت الابيض، انت ليه رافض تقول ان داعش قتلت واحد مسيح قبطي 21 مسيحي او مسيحي مصري؟ البيت الابيض مش بس رافض ان يوصف داعش بان هي مسلمه، ده رافض حتى يقول على الشهداء ان هم مسيحيين. تخيلوا، عشان ما يجرحش مشاعر المسلمين اللي شغالين في البيت الابيض الحساسه. داعش تحرق 45 عراقي احياء في العراق، انا اسف على الخبر ده، ربنا يعزي اسرهم، ده من بي بي سي نيوز، حرقوهم احياء. ايضا داعش استطاعت ان تستولي على الاسلحه الكيميائيه في ليبيا، فدلوقتي داعش عندها اسلحه كمان كيميائيه وبدات تستخدمها. المتحدثه باسم البيت الابيض تستخدم قلة الوظائف كحجة لداعش، يا حرام مظلومين عشان مش لاقيين شغل فبيبقوا داعش، لو لقيوا شغل هيبقوا زي الفل، لو توفر لهم وظيفة لن يصيروا إلهابيين. ده من فوكس نيوز، سيريسلي. ولما سألوها بيقولوا لها ايه التعليق اللي انت قلتيه، قالت على فكرة تفسير التعليق ده اعلى من مستوى تفكير ناس كثيرين، يعني بقية الناس اللي مفكرين داعش اسلامية وبتعمل ارهاب ده اسلامي دول اغبياء. ووصل من مسؤول البيت الأبيض يدين فوكس نيوز لأنهم يصفوا داعش بالمسلمين، بل وصل من داعش نفسهم يتريقوا على أمريكا ويقولوا لو ما كناش مسلمين نبقى إيه. فرانكلين جراهام يرد على كل هؤلاء بكلمة واحدة ويقول تخيلوا ماذا لو كان رد الفعل لو كان اللي عملوا الكلام ده هم مسيحيين قطعوا رقبة 21 مسلم، تخيلوا كان رد فعل العالم كان ايه؟ وده اتنشر، ده اتنشر في واشنطن تايمز. فعلا تخيلوا معايا كان هيحصل ايه؟ لو 21 مسيحي مسكوا 21 مسلم قطعوا رؤوسهم، كان هيبقى رد فعل ايه؟ تخيلوا معايا المظاهرات الإسلامية وكمية الحرق والتخريب والدمار على هذا الموضوع. تخيلوا؟ داعش تخطط لاختراق أوروبا من خلال ليبيا، من خلال مراكب عبر البحر المتوسط هترسل فيها إرهابيين. هذه صورة الخبر. وداعش تهدد أنها هترسل 500,000 إرهابي مسلم مهاجر من ليبيا إلى أوروبا، ده من ميل أونلاين. إيطاليا تنشر 500 جندي في الشوارع وخاصة في النواحي القريبة من الشواطئ بسبب تهديدات داعش الإرهابية. فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى الخليج في خطة للتصدي إلى داعش. داعش للأسف تبدأ استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق كرد فعل لأنها خسرت بعض الأراضي، ده من ياهو نيوز. داعش تدرب الأطفال المسلمين في معسكر لكي يكونوا مجاهدين وهم لسه سنهم صغير، بتكلم على ناس 8 سنين و10 سنين و12 سنة، أدي صورتهم قدام حضراتكم، دول المجاهدين الجيل الجديد من الداعشيين اللي سنهم أدوبك أحيانا يصل إلى صوابع اليد الواحدة فقط، اليدين بس. طبعا أنتوا عارفين لو حصلت حاجة ودول يحملوا السلاح ويقتلوا الأبرياء، ولو واحد منهم اتقتل يلبسوه ملابس مدنية ويعيطوا قتلوا الأطفال. مين اللي ما بيحافظش على أولاده؟ الغرب اللي بيحذر ولا المسلمين اللي بيدربوا أولادهم على القتال والجهاد والإرهاب من الآن ولما يتقتلوا يصوتوا عليهم؟ فزي ما قلت المسلمين يحموا أسلحتهم بشعبهم وأطفالهم، أما بقية الدول تحمي شعبها بالأسلحة. اتفاق أوباما مع إيران النووي غالبا يسمح لإيران بتصنيع قنابل نووية، وده اللي بيحاول يخفيه أوباما. آلاف المجاهدين الإسلاميين يتجمعون قرب هضبة الجولان للهجوم على إسرائيل.
بالفعل إسرائيل تستعد، لأن حزب الله ومعاه إيران يتجمعوا بكثرة على هضبة الجولان، وبدأ تصورهم إسرائيل بالفعل. وإيران تقول إننا سندمر تل أبيب في 10 دقائق، لما يعني بيقولوا إن لما هنبتدي نهجم على تل أبيب هندمرها في 10 دقائق بس، هنفنيها تماما. وبالفعل إيران تبدأ ترسل جنود من حدود إسرائيل الشمالية مع هضبة جولان أيضا. روسيا تعرض على إيران أحدث صواريخ مضادة للطائرات كمان. تركيا، وبين قوسين ده تعليق مني، والحلم العثماني للمملكة العثمانية اللي سقطت اللي عايزة ترجعها تركيا وأردوغان، تخترق الأراضي السورية ب600 جندي و1000 مركبة عسكرية. أخبار عامة، وأنا آسف على أخبار الحروب كتير اللي قلتها، ولكن مرة تانية أنا مش جاي بس أقول أخبار حروب، لكن لأن الكتاب المقدس قال لنا هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب. طب ليه قال لنا؟ لثلاث حاجات: لا ترتاعوا، الحاجة التانية لنؤمن أن الكتاب المقدس سبق وأخبرنا بيها، ولما نشوف العالم كله مضطرب وأخبار حروب في كل مكان، لأن ده ما كانش بيحصل في الماضي بهذه الطريقة، والحاجة التالتة علشان ننتبه ونستعد لأن خلاصنا قد اقترب. أخبار عامة: اختراع جهاز ذكي يزرع في المخ يسمح بالتحكم من بعد، ويعتبر انه سيغير الطب. على فكرة الجهاز ده ليه القدرة مش بس ان المخ يتحكم في حاجات تانية، لكن كمان هو نفس الجهاز يقدر يتحكم في مخ الانسان. ده من NBC نيوز، وده صورة الجهاز اهو، وده بقى يتزرع جوه المخ وليس مش للشريحة الذكية تحت جلده بس. ومصيبته، التليفونات الذكية ترصد حركة صاحبها، ويستطيع أي هاكر يعرف مكان الشخص، وطبعا الحكومة تعرف حركة الشخص في أي مكان. مش بس محتاج أن هو ينزل برامج، لا، من غير برامج، مش محتاج حتى لو طفى الأبس اللي موجودة اللي هي فيها فولو أب والأماكن، ده حتى من استهلاك البطارية اللي بترصده الشبكات باستمرار. خلافات في اليونان بسبب اليونان على حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وده فيها إشكاليات كتيرة. ربنا يحافظ على شعب اليونان الحبيب من أي يعني حروب أهلية أو حاجة زي كده. في أقل من جيل أوروبا اللي اعترفت بدولة إسرائيل، في أقل من جيل واحد الآن تجتمع على الاعتراف بدولة فلسطين ضد إسرائيل. ممكن الموضوع يتغير بسرعة، واخدين بالكم؟ تحركات الإنسان الآن أصبحت مرصودة باستمرار، مش بس من تليفوناته الذكية، مش بس من القيادة والكاميرات اللي في الشوارع، ده حتى من مشترياته. وأنتوا عارفين دلوقتي باستمرار مشترياتك مرصودة، كل ما هتستخدم كريدت كارد أنت معروف كنت الساعة كام في المكان الفلاني، بتشتري إيه بالظبط. مفيش حاجة خلاص الإنسان للأسف يقدر يعملها بقت مخفية، كل ما هتدخل على النت معروف كل حاجة عملتها على النت. بل بالعكس، وصلنا لدرجه زي ما قلت لكم انت وقاعد في التلفزيون بتتفرج على حاجه، مش بس بيرصدوا انت بتتفرج على ايه، ده كمان ممكن الكلام اللي تقوله والتعليقات اللي تقولها وانت بتتفرج على التلفزيون مرصوده. اخبار اقتصاديه، العالم المضطرب، الامم المضطربه. روسيا تتخلص من 20% مما تملك من الدولارات الامريكيه في شهر واحد. رئيس بنك ثالث يموت بطريقة غريبة حتى الآن من بداية السنة، ويصبحوا 36، والبعض بيقول لا وصلوا 64 بنكي يموتوا بطريقة غريبة من 2014. كندا تصدم روسيا بعقوبة اقتصادية جديدة، ده من ياهو نيوز، وللأسف العالم يزداد اضطرابا. اليونانيين خائفين بسبب المشاكل الاقتصادية ما بين اليونان والاتحاد الأوروبي، ويسرعوا بسحب أموالهم من البنوك اليونانية، ده من CNBC. وهذه صورة الخبر. اضطهاد المسيحيين اللي زاد قوي تحت أقنعة مختلفة في العالم. رئيس الأساقفة في العراق يقول أن بقية مسيحيين العراق ليس لهم وقت باقي، خلاص المسيحية والمسيحيين يبادوا في العراق وعلنا ولا أحد يتكلم. لو كنا بنتكلم على إبادة الإسلام للمسيحية زمان والبعض بينكروها، طب هي حصلت قدام عينينا. اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط هو يقيم الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. أوباما يفتتح مؤتمر التعصب بصلاة إسلامية وشيخ مسلم،
ممنوع حضور لأي عقيدة أخرى غير الإسلامية فقط، رغم أن هو مؤتمر تعصب عام، لكن كان المسلمين هم بس المسموح لهم بالحضور والشيوخ المسلمين. ده اتنشر في السي ان اس. بل أوباما كمان في كلمته اللي كانت إسلامية صرف يقتبس نصوص قرآنية بين قوسين منسوخة، بل يدعي على الكتاب المقدس أنه يأمر بالقتل، ويستفز الكثيرين بتعبير أن المسلمين جزء من النسيج الوطني الأمريكي من وقت نشأة أمريكا، وده يخلي ناس كتير فعلا تستفز بهذا التعبير. أنتوا عارفين زي ما بنغني والأغنية اللي هي الساخرة اللي بتقول اللي بنى مصر كان في الأصل إخواني، التريقة على حلواني، دلوقتي هيغنوا الأمريكان وهيقولوا اللي بنى أمريكا كان في الأصل برضو إسلامي. مش عارف أقول إيه. البيت الأبيض مصر على تكرار وتأكيد أن داعش ليست حرب دينية وأن داعش ليست إسلامية. صانعي القوانين يطالبوا الأساقفة بأن يزيلوا تعبيرات أخلاقية من كتب المعلمين في كاليفورنيا، ده من ABC نيوز. طالب مسيحي في مدرسة ثانوي في فلوريدا أمريكا يعاقب لأنه قال God bless America، هذه صورة الخبر، وطلبوا منه أنه لا يقول هذه الجملة المستفزة مرة أخرى. تخيلوا دلوقتي لما حد يقول God bless you أو God bless America أو bless you، ده أصبحت جملة مستفزة، لكن لما حد يقول كلمة F أو كلمة S أو كلمة غيرها ده غير مستفز. لما حد يقول إنسان أصله قرد ولا من هو القرد من جد مشترك ولا كلام، ده لا مش مستفز. أو هابي رمضان أو 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 أي حاجة تانية أخرى فيما عدا God، فيما عدا Jesus، فيما عدا كلمة blessing أصبحت مش مستحملها الشيطان. سلسلة محلات للكتب المسيحية للأسف تشهر إفلاسها، ده من ياهو نيوز. سائق شاحنة يرفض فقط لأنه يكتب اسم المسيح كما لو كان رفيق له في الطريق، بيكتب جنب في اللوحة بتاعته اللي هي بيسجل فيها الأمور بتاعته في الطريق، بيكتب جنبها أن المسيح رفيق لي في الطريق. اترفض من شغله بسبب هذا التعبير اللي بيكتبه في ورقه بتاعه. تخيلوا مدينة شارلوت في كارولينا الشمالية ستبدأ تهاجم المحافظين المسيحيين بحجة أنهم عنصريين. بعض الإعلاميين الأمريكان بدأوا يشبهوا المسيحيين المؤمنين اللي يؤمنوا بكلام الكتاب المقدس أنهم عنيفين زيهم زي داعش بل أكثر. ريلي؟ إمتى شفت واحد قرأ الكتاب المقدس فرفع السيف وقال الله أكبر وفجر نفسه وسط ناس؟ إمتى شفت واحد قرأ الكتاب المقدس فراح قبض على ناس من دين آخر مسلمين وقال الله أكبر وقطع رؤوسهم؟ إمتى؟ إيه اللي حاصل في الإعلام الأمريكي؟ وليه تشويه المسيحية البشعة في العالم كله عن طريق الإعلام الأمريكي؟ زي ما فرضت الإلحاد، زي ما فرضت الشواذ، دلوقتي عايزة تفرض تشويه الفكر المسيحي في العالم. الزانية وأم الزواني. الملحدين يجبرون مدرسة في فيرجينيا الغربية أن ينزعوا الصليب من نصب تذكاري قديم للمعلم. تخيلوا؟ حتى الصليب مضايقهم. المسلمون يقيموا شعائر صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض بموافقة البيت الأبيض ومحدش يتكلم. تعرفوا لو مسيحيين حبوا يصلوا أمام البيت الأبيض يتعمل فيهم إيه دلوقتي؟ يتقبض عليهم وترمي في السجن. لكن المسلمين لا، عادي. حرية. الملحدين يتجمعوا ويقولوا اللي هم أنا عايزينه، عادي، حرية. المسيحيين لا، مش حرية، ممنوع. ليه؟ عشان احترام مع شعر الآخرين. انتوا مش فاهمين أصلا. تقارير عن اعتناق آلاف المسلمين للمسيحية في فرنسا، خبر رائع. تقريبا 15,000 سنويا، ده اللي اتنشر في العربية. فالمسلمين يخلفوا كتير وربنا يجيبهم للمسيح، يجيبهم لنفسه. خبر برضو كويس يوضح إيمان كثيرين اللي احنا ما نعرفهمش ومخفيين. صاحبة محل زهور مسيحية من أصحاب الزهور اللي جالهم الشواذ اعملوا لنا الفرح، لا ما نقدرش عشان احنا مسيحيين، رفع عليهم قضايا والكلام ده كله.
ورفضت تقديم خدمات لزفاف شواذ وترفع عليها قضايا. المحامي العام حب يعمل معها تسوية، قال لها اعتذري لهم وقدمي لهم خدمات وانا هعتبر القضية تتحفظ ولا شيء. رائع الرد بتاعها، رغم ان الرد بتاعها هيخسرها شغلها بالكامل والمحل شقى عمرها وهتعلن بنك رابسي، رفضت وقالت عمرها تحت اي ظرف من الظروف لن تخون ايمانها. ده اتنشر في فوكس نيوز. won't betray her religious belief. رائعة. كتير على فكرة ناس، حتى لو بنتكلم على أمثلة كتيرة سيئة، يوجد كثيرين في الخفاء إيمانهم قوي جدا، مش هيبيعوا اسم المسيح تحت أي ظرف من الظروف مهما حصل، رغم إن ده يكلفها شقى عمرها بالكامل، لكن شقى عمرها يهون لأجل اسم المسيح. الانحدار الأخلاقي. بدأت تنتشر ظاهرة جديدة في بعض المدارس الأمريكية، إن بعض الطلبة في العلن أمام مرأى الجميع بيسجدوا للإله الشمس، بيسجدوا للشمس كإله وبيعبدوها، وخاصة في نوع اليوجا الغريب اللي ابتدى ينتشر في المدارس الأمريكية. يعني فاكرين لما قلت لكم الخبر من كام أسبوع على عبادة الآلهة الوثنية في اسكتلندا، اللي بدأت بعد ما فيش حاجة زي كده لمدة 1000 سنة، بعد الوثنية ما انتهت من 1000 سنة رجعت الوثنية تاني، شوية بيعبدوا تماثيل، شوية بيعبدوا الآلهة الشمالية، ودلوقتي شوية في أمريكا بيعبدوا الشمس، ده غير عبدة الشيطان وغيره. رجعنا للوثنية مرة تانية. تساقط نجوم السماء. بعض نجوم السماء اللي هم بعض الوعاظ المشهورين المسيحيين اللي بيتكلموا على مسيحية إلى حد ما مش المسيحية اللي احنا متعودين عليها من الميجا تشيرشز، يقولوا يجب أن تقبل المسيحية زواج الشواذ وتوقفوا عن التمسك برفض الكتاب المقدس له. أحدهم كان مع اللي هي اسمها مين دي؟ ناسي اسمها، أوبرا، وقال هذا الكلام علنا في التلفزيون، رغم هو كان من باستور سابق لميجا تشيرش. واحد شهير تاني يقول انه سيطيع قانون زواج الشواذ اكتر من قانون الله، يعني يقبل انه I will obey gay marriage ruling over God's law. كنائس بدأت تقبل تعيين وعاظ شواذ. يا ربي على اللي بيحصل، مش بقينا في زمن لوط خلاص؟ مش ده تساقط النجوم اللي قال عنها الكتاب المقدس تحصل قدام عينينا؟ بالإضافة لكتير منهم اللي بيتكلموا على المسيح الحلو، وسيلة للسعادة الأرضية، يديك صحة أفضل، فقدت صديقتك يديلك another girl friend أفضل، يديك تقرير صحي أفضل، يديك مرتب أفضل، يديك بيت أفضل، يديك عربية أفضل. طب وماذا عن التوبة؟ وماذا عن حياة التطهير وحياة النقاء وحياة الاستعداد؟ ماذا عن ثمر الروح القدس؟ ماذا عن حياة الجهاد؟ ماذا عن حمل نير المسيح؟ الكلام اللي بيتقال ده لا يناسب المسيحية الحقيقية على فكرة. ميشيل أوباما تتكلم فيه مجموعة المحاربين عن زواج الشواذ وحقوقهم، وحتى في الجيش الأمريكي، أدي صورة الخبر قدام حضراتكم. في أوراق شهادات الميلاد الحديثة في بعض المناطق في أمريكا، في نيويورك، سؤال: هل الأم اللي خلفت هي أنجبت سيدة، اللي أنجبت هي سيدة أم لا؟ وده مش خطأ طباعة، أعيد لكم الخبر مرة تانية يمكن مش واخدين بالكم بيتقال إيه. ده اتنشر في نيويورك بوست. من ضمن أوراق اللي بيملوها لما يتولد جنين جديد، مولود جديد، من ضمن الأسئلة اللي ضيفت حديثة: أم المولود ده هي ست ولا راجل؟ وده مش خطأ طباعة، ده حقيقة ضعف. أقول إيه؟ أقول إيه اللي إحنا وصلنا له؟ آخر خبر وأختم بيه وأنا آسف، وخبر سيء وقذر أو دنس. انتشر موضة زواج 3 شاذات مش شاذتين بس، يعني 3 ليسبيانز يتجوزوا بعض ويتعامل حفل زفاف للثلاثة مع بعض. حصلت مرة، دلوقتي ابتدت تنتشر. ده اللي احنا وصلنا له، اضطهاد
والاضطراب يزيد والزلازل والأوبئة والفساد الأخلاقي يزيد والإلحاد بيزيد. عشان كده بقول أمين تعالى أيها الرب يسوع، أنا لا أحدد مواعيد، ولكن أقول ربنا بيقول لنا استعدوا لأن خلاصكم قد اقترب، زي ما قال نصا في الكتاب المقدس. لا أقبل أرفض من يحدد مواعيد، لكن أطلب أولا ما نخافش. الحاجة التانية نصلي ونستعد، نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس، نتخلص من أي خطية مسيطرة علينا لأن الوقت قد يكون ما فيش وقت كافي، نستعد قد نسلم ودعيتنا النهاردة بكرة في أي يوم على المستوى الفردي أو في مجيء المسيح، نستعد بتنقية القلب واستعداد بلباس العرس. استعدوا، عريسكم قرب، ما تخافوش، آمنوا بالإنجيل بنص كلامه. مفيش حاجة اسمها إنجيل زمان اتغير، مفيش حاجة دي كانت الوصايا زمان وما تنفعش دلوقتي، مفيش حاجة اسمها الشواذ ده موضة نقبلها. كلام الكتاب المقدس لا يتغير، كلام ربنا لا يتغير في أي، وإلهنا لا يتغير في أي زمان ومكان. استعدوا، أمين تعالى أيها الرب يسوع، استعدوا بالفعل، ها أنا ذا آتي سريعا، نفرح بمجيء عريسنا القريب ونستعد بلباس العرس، وحتى للي هيسلم وديعته قبل ما يأتي المسيح برضه يكون فرحان إن هو كان مستعد. اصنعوا أسمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. ربنا يبارك.